راشد الفارسي بدعاية السماية. طلبيناكم ولبينا دعوتكم مشاركين ومباركين. مبارك لنا بالسمع ومبارك لكم بالولد. بيدينا رمز عطاء بسيط، رمز للمحبة والمشاركة. من راشد ابن احمد ابن يحيى الفارسي لاخيه جابر ابن حسين البكاشي. البينا بهذا الصف اللي تعود اخوه عند اخوتهم ولا فينا غريب ولله الحمد. اخر كلامنا نسال الله عز وجل الذي لا معبود سواه ان يحفظ علينا امرنا، ان يحفظ علينا ديننا التي هو عصمه امرنا، ويحفظ علينا امرنا، ويحفظ علينا حكامنا، ويحفظ بلادنا من كل سوء. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يحييكم يا مرحبا اخوه عند اخوتهم. صفكم وافي وعطاكم وافي. والله انا ما بين التكاليف خاصه ما بين راشد وجابر، هذا الاخوه واكثر من الاخوه. الله يحييكم ويحيي عطاكم وعطاكم وافي وصفكم وافي. ومرحبا اخوه عند اخوتهم، احياكم الله، تفضلوا. الله يحييكم. سوا 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 سوا
الهام والشيبان فيها وقت المشيبة لا حلمي سلمان نرجع العودة سانية لها شعر على المعنى وصاب الهام والشيبان